أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وزي ما قال التقرير، هي الأرض الخصبة التي لا تبور مهما مزقتها النوائب، هي الامتداد من الجذر إلى الفرع، وضيفنا كذلك استطاع حياكة الألم الفلسطيني بروعة ودقة وبساطة الألم الذي يعيشه الفلسطينيون من الوطن إلى التيه إلى المنفى والغربة. ضيفنا الدبلوماسي وروائي ناجي الناجي، نرحب فيك من جديد. أهلا وسهلا فيك ناجي، وحابين تعلق لنا أول إشي على التقرير اللي اختصر آذار. أهلا وسهلا فيك. والحقيقة يعني لابد أن أبدأ بتحية هذا التقرير، وأن أشكر هذه المقدمة الجميلة، وأن أشكر هذا البرنامج الذي يعني يعطي الأمل كما آذار. هذا البرنامج الذي يعني يؤسس لنواة عربية إعلامية حقيقية. اليوم نتحدث عن آذار، هذا الشهر الذي مزروع حقيقة في عقل كل فلسطيني وعربي بالأمل، بالمناسبات العديدة التي ربما بعد هذه السنوات الطويلة، بعد 74 عام من النكبة، بعد 55 عام من حزيران، بعد 54 عام من معركة الكرامة، بعد 53 عام من استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض، نستذكر اليوم في آذار، نستذكر هذه البطولات كلها. لذلك هو شهر يستجلب لنا كل ما هو جميل، وليبني لنا الأمل، ولكي نكون يعني قادرين ونستطيع البناء لما هو أجل. اليوم لما بنحكي عن الفلسطيني المغترب الذي أبعد عن أرضه كرها، والذي لازال مسكون بكل التفاصيل التي يعيشها الفلسطيني يعني الذي يعيش في أرضه وعلى وطنه وفي مدينته، ويعاني أيضا من الاغتراب لكنه يعني يعيشه بصورة أخرى، كيف استطاع الفلسطيني في الغربة أن يعيش كل هذه التفاصيل؟ أعتقد أن هذا سؤال مهم، أن هذه الأجيال التي ولدت بعد النكبة، لماذا تمت فلسطين هي بوصلتها الأولى؟ وربما ما تعرض له الفلسطيني من هذه المظلمة التاريخية الكبيرة هو سبب رئيسي كان في التشبث بهذه الأرض. هناك أيضا توريث من جيل إلى جيل بالحكاية، الرواية الفلسطينية ورثت من الجيل الذي عانى من النكبة إلى الأجيال التالية. نحن اليوم نتحدث عن الجيل الثالث والرابع من أجيال النكبة، وبالرغم من ذلك تم تغب فلسطين عنهم يوما، لا في الوطن ولا في الشتات. وربما من المهم أيضا أن نشير أن ليست المعاناة وحدها هي التي تجعل فلسطين حاضرة في أذهان ووجدان الفلسطينيين، وإنما هو قضية العدالة القضية الفلسطينية، وقضية محاولة استرداد الحقوق هي البوصلة التي ينظر إليها الفلسطيني في الوطن وفي الشتات.